ميسي سعدت جولاسو جولاسو نيمار شعل النار نيمار سلام. مساء الخير مشاهدنا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. لكن قبل الخوض بتفاصيل الحلقة ندعوكم مع أبرز محاورها. مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. ميسي يقود برشلونة لانتصار عريض على ليفربول في الشامبيونز ليج. تشرين يستقبل الكرامة في أبرز مباريات الغد بالدوري السوري لكرة القدم. أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام. نبدأ حلقتنا من بطولة الدوري الأوروبي، حيث انطلقت قبل قليل مباريات الدور نصف النهائي للبطولة بإقامة لقائين يجمع الأول بين أرسنال الإنجليزي وضيفه فالنسيا الإسباني، فيما يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على أينتراخت فرانكفورت الألماني في المباراة الثانية. لنتابع التقرير التالي ومن ثم نعود للنقاش. يستقبل نادي أرسنال على ملعبه الإمارات نادي فالنسيا في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات في البريمير ليج، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 66 نقطة. ويسعى أبناء المدرب الإسباني يوناي إيمري لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليهم المهمة إيابا في ملعب الخفافيش، والتي لن تكون سهلة على الإطلاق. أما فالنسيا الذي تكبد خسارة غير متوقعة على أرضه أمام إيبار في الليغا بهدف نظيف، فيسعى بدوره للتعويض من بوابة أرسنال إن تمكن في العودة بنتيجة إيجابية من لندن، خاصة وأن الحسم سيكون على ملعبهم الميستايا. وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين في دور المجموعات للبطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا موسم 2002-2003، عندما تعادلا ذهابا في لندن من دون أهداف، فيما فاز فالنسيا إيابا بهدفين لهدف. وفي مباراة نصف النهائي الثانية يحل نادي تشيلسي ضيفا ثقيلا على ملعب كومريز بانك أرينا في مدينة فرانكفورت الألمانية لملاقاة فريقها أينتراخت. ويخوض البلوز اللقاء سعيا منه للعودة بنتيجة إيجابية من الأراضي الألمانية رغم صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض، ويعول المدرب الإيطالي موريسيو ساري على مهارة وسرعة لاعبيه لتخطي مضيفه كالنجم البلجيكي إيدن هازارد والظهير الإسباني المتألق بيدرو رودريغيز، اللذين سجلا مجتمعين 24 هدفا في البريمير ليج حتى الآن. فيما يخوض أينتراخت اللقاء رغبة منه للاستمرار بنتائجه المميزة في البطولة بعد إقصائه لفريقين من العيار الثقيل في الأدوار السابقة كأنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي. ولن يكون هناك مجال للخطأ أمام الفريق الألماني باعتبار أن الحسم سيكون في لندن، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب يعتبر مطلبا ملحا للفريق وجماهيره. نعم مشاهدنا الكرام، للحديث أكثر ينضم إلينا من ليبيا المحلل وخبير في الكرة الأوروبية الكابتن سليمان أشكورفو. مساء الخير كابتن سليمان. مساء الخير أستاذ سمر، تحية لك وللجمهور الكريم. منورنا على شاشة قناة اليوم كابتن. الله ينورك. تسلم كابتن. طبعا مباريات اليوروبا ليج انطلقت قبل قليل بإقامة مباريات الدور نصف النهائي. المباراة الأولى بتجمع بين أرسنال وفالنسيا، والثانية تجمع بين أنتراخت فرانكفورت وتشيلسي. خلينا نبلش بمباراة أرسنال وفالنسيا، مباراة مثيرة بين الفريقين في لندن. صحيح، بدون شك ربما ستكون المباراة التي تعتبر كتوق النجاة لنادي أرسنال من أجل أن يعوض فقط الدوري، فهو واجه صعوبة حتى في الحصول على المركز الرابع للبريمير ليج، وبالتالي مباراة صعبة جدا وينتظره الكثير ليستطيع تحقيق نتيجة إيجابية أمام فالنسيا، خاصة مع نتائج الفريق في الجولات الأخيرة في الدوري الإنجليزي. المدرب يوناي إيمري يواجه مشاكل كبيرة على المستوى الفني على مستوى التشكيلة مع غيابات للاعبيه المميز
المعار من برشلونة دينيس سواريز الذي يعاني من إصابة قدوم، لم يكن موفق لهذا اللاعب كمعار من نادي برشلونة، لم يتألق كما عودنا مع البلاوغرانا، وبالتالي سيحتاج إلى أن يلعب مباراة على أعلى مستوى حتى يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الخفافيش، لأن الجميع يعرف فالنسيا ومهارة لاعبي فالنسيا. سنشاهد بعون الله مباراة جميلة جدا يعني. نعم كابتن، طبعا الفريقين كانوا قد خسروا بالجولة الماضية سواء ببطولة الدوري الإنجليزي أو حتى الدوري الإسباني. طبعا أرسنال خسر مع ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، وفالنسيا خسر مع إيبار بهدف دون مقابل. إذا كلا الفريقين كابتن سليمان بيسعى لتعويض هاي الخسارة، خاصة أرسنال اللي مثل ما تفضلت مطالب وبقوة بالمنافسة على لقب اليوروبا ليج. صحيح، أرسنال من ضمن المرشحين بالإضافة إلى فالنسيا وسابقا نابولي للفوز بهذه البطولة. بالنسبة للناحية الفنية، أتوقع أن يلعب الأرسنال ضاغطا رغم صعوبة اللعب أمام فريق مثل الفريق الإسباني الذي يقفل المساحات ويستطيع بناء الهجمة من الخلف حتى تصل إلى منطقة العمليات أو إلى أن يسجل الأهداف. بالتالي ستكون مباراة ستتم فيها الغلبة لمن يستطيع استغلال أدنى تفاصيل المباراة، خاصة وأن الفريق الإسباني يلعب بالكرة اللاتينية الجميلة التي تعتمد على التمريرات القصيرة والمهارات الفنية، والفريق الأرسنال يعتمد على السرعة معتمدا على صناعة اللعب من مسعود أوزيل وخط الهجوم ألكسندر لاكازيت وجان بيير أوباميانغ الذي لم يتألق كما كنا نشاهده مع البروسيا دورتموند في الدوري الالماني. اما الفالنسيا فسيعتمد على صناعه اللعب من باريخو وكذلك على محاوله استغلال الفرص التي سيحاول صناعتها كريستيان بيتشيني وكريستيانو بيتشيني وكذلك غونزالو غيديز. مباراه جميله ومفتاح الفوز سيكون في خط الوسط بالتاكيد. نعم كابتن، طبعا أرسنال سيسعى بكل قوته لخطف نتيجة المباراة باعتبار أنه مباراة الحسم ستكون في الحقيقة في إسبانيا، كما يعني أرسنال أيضا بالدور الماضي كان قد فاز على نابولي وأقصى نابولي. نابولي ليس فريق سهل كابتن سليمان. كابتن لو سمحت خلينا ننتقل للحديث عن المباراة الثانية اللي راح تجمع بين اللي بتجمع حاليا عفوا بين أينتراخت فرانكفورت وتشيلسي. أينتراخت فرانكفورت يعني فاجأ الجميع كابتن بأدائه المذهل سواء باليوروبا ليج أو حتى بالبوندسليغا. صحيح، الفرق الألمانية دائما ما تقدم مستويات متقدمة سواء على مستوى المنتخب الألماني المانشافت أو على مستوى البطولات الأوروبية المختلفة. في كل موسم نشاهد فريق أو فريقين يتألقان سواء في الشامبيونز ليج وإلا في الدوري الأوروبي. الأينتراخت فرانكفورت بصراحة يعتبر مفاجأة، يعتمد على خط هجوم ممتاز جدا، خط هجوم بلقاني بكل معنى الكلمة، لوكا يوفيتش وصناعة اللعب من على الجانب الأيمن فيليب كوزيتش وكذلك ميان جانشوفيتش يعني، وبصراحة تفاهم وتألق وانسجام غير مسبوق لهذا الفريق الذي سنوات ماضية في سنوات ماضية كان يلعب في الدرجة الثانية الألمانية. فيما تشيلسي الذي سيعتمد على أوليفييه جيرو وتوغلات بيدرو وكذلك ويليان البرازيلي مع صناعة لعب من جورجينيو ومساعدة من كانتي الرئة الثالثة لهذا الفريق، بالتالي مباراة جميلة جدا ستكون بعون الله نتوقع ذلك، وهي الفرصة الأخيرة للمدرب موريسيو ساري الذي واجه انتقادات كثيرة جدا حتى تشيلسي يصارع من أجل الحصول على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وإذا فشل ساري في ذلك فأتوقع أنها النهاية وسيكون الموسم الأول والأخير لموريسيو ساري في البريمير ليج. موريسيو ساري حاول تطبيق طريقة الفينتون ويبي وهي الرقم التسعة المختفي وهي طريقة إسبانية، نجح مع نابولي نجاح كبير. على فكرة نابولي، أنا أستاذ سومر لو سمحت لي. نعم تفضل كابتن. المدرب أنشيلوتي عندما قدم إلى نابولي هلل الجميع واعتقد أن أنشيلوتي يستطيع أن
يقدم شيء لنادي نابولي، ولكن من يراجع تاريخ المدرب كارلو أنشيلوتي مع احترامنا لهذا التاريخ الكبير يجد أنه مدرب يعتمد على نجوم كبار حتى يستطيع تحقيق النتائج، والأمثلة كثيرة في تشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد. نعم كابتن، طبعا أينتراخت فرانكفورت بمباراته الماضية بالبوندسليغا الحقيقة أراح بعض الأساسيين أمام هيرتا برلين بالمباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، وأيضا تشيلسي خطف نقطة التعادل من المان يونايتد. طبعا إذا بتلاحظ كابتن الفريقان يسعيان للقبهم الثاني في بطولة اليوروبا ليج، طبعا تشيلسي للقبه الثاني بشكل البطولة الجديد، وطبعا أينتراخت كان قد أحرزها عام 1980 بشكلها القديم. صحيح، بدون شك من الناحية الفنية يعتبر تشيلسي متفوقا حتى من ناحية الأسماء ومن ناحية التراديسيوني أو التاريخ أو العراقة في مثل هذه البطولات، والقيمة الفنية حتى للاعبين واضحة جدا، مع اعتقادي للمدافع روديجر الذي قام بإجراء عملية جراحية في روما في اليومين الماضيين وسيغيب إلى نهاية الموسم، سيكون بالتأكيد غياب مؤثر إلا إذا استطاع دافيد لويس تعويض هذا الغياب. ستكون مباراة تعتمد حسب وجهة نظري المتواضعة على الاندفاع البدني من جانب الفريق الألماني، نعم، وتبادل الكرة السريعة وصناعة الكرة والباصات القصيرة، هكذا عودنا موريتسيو ساري حتى في إيطاليا. نعم، في إيطاليا هناك مذهب في التدريب يسمى الموريتسيانو أو السارينيانو، بمعنى ينسب إلى هذا المدرب لأنه بصراحة قدم إضافة مع نادي نابولي وقدم مواسم، نعم كابتن سليمان، ممتازة جدا في 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 الدوري الإيطالي. نعم كابتن، خلينا ننتقل بعد إذنك للملف الآخر بحلقة اليوم اللي هو الملف البطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكن بعد الفاصل. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لانتصار عريض على ضيفه ليفربول الإنجليزي، وغلبه بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. افتتح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز باب التسجيل لبرشلونة بحلول الدقيقة 27 من المباراة. بعد الهدف تحرر الفريق الإنجليزي وبادل أصحاب الأرض الهجوم، ثم سيطر على المجريات فهدد مرمى الفريق الكتالوني بعديد الكرات الخطرة، لكن الساحر الأرجنتيني ميسي رجح كفة البارسا عندما أضاف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 75 والثانية 82 من اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة الذي قطع وبنجاح نصف الطريق نحو بلوغ النهائي، علما أن مباراة الإياب والحاسمة ستجري يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الأنفيلد في ليفربول. نعم كابتن سليمان، ميسي يبدع ويقنع ويمتع مرة أخرى ويقود برشلونة لفوز كبير على ليفربول بثلاثية. نعم، لا شيء جديد بالنسبة لليونيل ميسي، رغم أن المباراة أستاذ سومر كانت في بدايتها متكافئة ما بين الفريقين، حتى نسبة التحكم في الكرة كانت متقاربة في أغلب مراحل المباراة. برشلونة للمرة الأولى لعب على الهجمة المرتدة في أغلب مراحل المباراة لأنه واجه ضغطا كبيرا من ليفربول. هذا الضغط خاصة في الشوط الأول انعكس حتى على لاعبي ليفربول في الشوط الثاني أو في الثلث الأخير من المباراة. برشلونة استطاع الفوز من خلال خط وسط ممتاز يتركب من راكيتيتش وبوسكيس في صناعة اللعب وافتكاك الكرة والمساهمة في الهجمات من أرتورو فيدال، وتوغلات جوردي ألبا وتوغلات الجناح سيرجي روبرتو على الأطراف، رغم الأخطاء الكارثية التي ارتكبها المتوج حديثا بجائزة أفضل مدافع فيرجيل فان دايك. بصراحة هذا اللاعب ربما تعرض إلى نوع من الرهبة في مواجهة لاعب مثل سواريز أو ميسي. لو ركزنا حتى على الفرصة التي جاء منها هدف سواريز، لاحظنا أن سواريز أشار إلى مكان وجوده داخل منطقة الجزاء حتى يتم تمرير الكرة له، وفان دايك يتفرج وبصراحة خطأ كارثي كبير. فان دايك تعرض للانتقاد من كافة نقاد الكرة الإنجليزية ومن لاعبين سابقين مثل غاري لينيكر وريو فيرديناند وغيره من نقاد الكرة، ويبدو أن الإحباط سيطر على لاعبي ليفربول طيلة مراحل المباراة،
ليفربول يفتقد إلى صانع ألعاب بمعنى الرقم 10 الكلاسيكي، ولذلك تجد يورجن كلوب يعتمد على أكثر من لاعبي ارتكاز مثل ميلنر وفابينهو ونابي كايتا الذي خرج مصابا. كذلك غياب فيرمينيو أثر على الانسجام الحاصل أو المعروف عن ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو. وأنا أعتقد شخصيا حتى لو كان مستعد للمشاركة اللاعب البرازيلي، لا أعتقد أن يورجن كلوب كان يستطيع المغامرة أمام برشلونة واللعب بطريقة طيب كابتن سليمان 4-3-3 اللي كابتن سليمان بهالنقطة اسمح لي قاطعك، يعني إذا لاحظت معي يوم أمس يورجن كلوب أقحم فينالدوم كرأس حربة، هالشي برأيك كخبرة كروية كابتن سليمان مو خطأ؟ أقحام فينالدوم كرأس حربة، هو لاعب ارتكاز. صحيح. بعض المدربين أستاذ سومر يلعب على نقاط القوة والضعف للفرق المنافسة، وهذه الطريقة لا تعتبر ناجحة دائما، يعني قد تصيب في مع بعض الفرق، قد تنجح مع بعض الفرق عندما تقرأ جيدا نقاط القوة والضعف للفريق المنافس وقد تخطئ. هذه سياسة يتبعها أغلب مدربي الوسط وجنوب أوروبا. أما المدارس الكروية الأخرى فهي تعتمد على ثبات التشكيلة، أنا سألعب بما لدي من أسلحة وسأستطيع الفوز لأنني مقتنع بالانسجام الحاصل ما بين اللاعبين، وأعرف وكل لاعب من التشكيل من لاعبي التشكيلة يعرف دوره وسيؤدي دوره بشكل جيد. هذا نلاحظه مثلا في الفريق الألماني والفريق الهولندي. أما فرق الجنوب الفرق اللاتينية بصفة عامة، المدربين اللاتينيين أو الكلاسيكيين يلعبون دائما على يحاولون دائما تغيير التشكيلة، و البعض قد يصفهم بالفلاسفة، وقد تنجح هذه الطريقة أو قد تخطئ إذا أخطأت في قراءة الفريق الآخر أو أن فريقك لم يكن في يومه باختصار. طيب كابتن، إذا لاحظت معي بعد تقدم برشلونة بهدف لويس سواريز دخل الريدز الشوط الثاني ضاغطا وضغط بكل قوة وكان الأفضل حقيقة، إلى أن يعني سجل برشلونة الهدف الثاني وانقلبت الموازين. يعني يورجن كلوب كابتن، شو هي يعني إقحام فينالدوم كرأس حربة أو شو كان ينقص ليفربول كابتن للخروج بنتيجة إيجابية رغم أنه ليفربول قدم مباراة جيدة؟ يعني صحيح ليفربول قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتيجة مقبولة نوعا ما لو نجح محمد صلاح في تسجيل الكرة اللي ضربت بالقائم في الشوط الأول وفرص أخرى في الشوط الثاني. يورجن كلوب مدرب يعتمد على الحماس وعلى الانسجام وعلى الضغط العالي في مناطق الخصم، عيبه دائما هو عدم التركيز على الناحية الدفاعية. حتى عندما كان في البوروسيا دورتموند كان الاعتماد على الزخم وعلى الهجوم وعلى الضغط على المنافس. هذه الطريقة طريقة البريسينج أو الضغط على المنافس قد تسبب نوع من الإرهاق للاعبين، خاصة وأن المباراة أتت في نهاية موسم، وبالتالي مع دوري إنجليزي طويل جدا ومع مشاركات ليفربول في دوري الأبطال والباقي البطولات سينعكس بطريقة ما على اللاعبين. نعم كابتن، خلينا أيضا نمنح ميسي حقه، الحقيقة ميسي لاعب يعني من كوكب آخر كابتن سليمان، تألق في مباراة ليفربول وحتى بمباراة مانشستر يونايتد الماضية وكان بيضة القبان كما يقال في صفوف برشلونة. صحيح بدون شك يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، لا أحد كان يتصور أن يصل إلى هذا المستوى بصراحة، يعني الكثير من النقاد تفاجأوا بهذا المستوى. هناك سر لنجاح الفرق أستاذ سومر في عالم التدريب، ثبات التشكيلة مع الانسجام ومع مدرب جيد يستطيع قراءة نقاط القوة والضعف للفرق الأخرى تستطيع تكوين فريق يحقق نتائج إيجابية. يعني لا أحد يستطيع أن يفوز دائما أو أن يخسر دائما، ولكن تحقيق النتائج الإيجابية لديه مقومات، وهذه المقومات تتمثل في حتى في طريقة التأسيس للاعبين منذ الصغر واستخدام الأسلوب العلمي والخطط التكتيكية الجديدة، وكرة القدم أصبحت علم وأصبحت بزنس وتجارة، فبالتالي أنت أمام مشروع إما أن تنجح أو إما أن تخسر، فيجب أن تتمسك بمقومات النجاح بكل ما أوتيت من قوة خاصة في مجال كرة القدم.
نعم كابتن سليمان، الحقيقة يعني رغم تفوق برشلونة بثلاثية إلا أن كرة القدم عودتنا على مفاجآتها وإثارتها، لا زال هناك شوط آخر في مدينة ليفربول. كنا يعني سعيدين جدا بتواجدك معنا كابتن سليمان أشكورفو المحلل والخبير في الكرة الأوروبية، كنت معنا من ليبيا، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ سمر على هذه الاستضافة، تشرفت بالتواجد معكم، ومزيدا من التقدم والإمداع الإمتاع والإبداع، ونلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله. تحياتي كابتن. تحية الكريم في سوريا. شكرا. شكرا كابتن، شكرا كثير لك. والآن مشاهدنا الكرام ننتقل للملف الأخير بحلقة اليوم اللي هو ملف الكرة السورية، ولكن بعد الفاصل. تنطلق غدا للجمعة المرحلة الرابعة والعشرون من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات، وفي أبرزها يستقبل تشرين الوصيف في اللاذقية نادي الكرامة، ويدخل تشرين اللقاء بشعار الفوز ولن يرضى بغيره على حساب الكرامة ليعود إلى الصدارة ولو مؤقتا، مع انتظار نتيجة مباراة الجيش والساحل والتي ستقام الأحد المقبل ضمن نفس الجولة، وفي وقت سيسعى فيه الضيف للخروج بنتيجة مشرفة تحفظ بعض هيبة الكرة هيبته بين كبار الكرة السورية. وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، يسافر الوحدة ثالث الترتيب إلى حماة لمواجهة النواعير على أرض ملعب البلدي بالمدينة، وسيحاول الفريق الدمشقي العودة بالنقاط 3 اللازمة للفريق لمتابعة المنافسة على اللقب مع اقتراب الدوري من نهايته. وفي بقية مواجهات الجمعة يستقبل الشرطة على أرضية ملعب الفيحاء بدمشق فريق الطليعة، وفي حمص يلعب الوثب مع الحرفيين الأخير. احنا شفنا من كرة طويلة من دفاع الوحدة فريق. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الجولة 24 من الدوري السوري لكرة القدم ينضم إلينا من دمشق نجم الكرة السورية السابق الكابتن وليد أبو السل. مساء الخير كابتن وليد. ألو. نعم كابتن. كابتن وليد هل تسمعوني؟ أنا معك. تمام كابتن، مساء الخير اول شيء، نورنا. يسعد مساك، مساء الخير لكل اللي عم يشوفونا اليوم، يعطيكم العافيه. تحياتي كابتن. طبعا كابتن، المرحله 24 للدوري السوري الممتاز لكره القدم ستنطلق يوم غد الجمعه ب4 لقاءات، خلينا نتحدث عنهم بعد اذنك كابتن وليد مباراه. بنبلش بمباراه تشرين والكرامه. تشرين بيسعى بكل قوته كابتن وليد لخطف النقاط 3 لاستعاده الصداره من الجيش ولو مؤقتا. يعني أنا اللي أقول أول شيء تشرين قبل ما يكون بده يستعيد الصدارة ويخطف 3 نقاط من فريق الكرامة، نعم، خلي أول شيء عيد الثقة يعني للجماهير اللي واكبته مباراة المهمة جدا أمام الجيش اللي ما قدم فيها فريق تشرين المستوى المطلوب. فأنا بتصور إنه فريق تشرين ما راح يضيع نقاط المباراة باعتبار إنه المباراة يعني راح تكون نقاطة مهمة، باعتبار انه راح يرجع للصدارة ولو مؤقتا، باعتبار انه فريق الجيش راح يلعب يوم الاحد. لكن بشكل عام المباراة مو سهلة، المباراة راح تكون صعبة باعتبار انه الكرامة كمان خسر 3 نقاط مهمة امام الفريق المنافس الاخر اللي هو فريق الوحدة. فانا بتصور انه المباراة راح تكون صعبة، بالرغم انه فريق الكرامة يعني ما عاد هو ضمن دائرة الفرق اللي بدها تهبط، هو يعني انا بتصور انه خرج من الدائرة الهبوط. لكن بشكل عام انا بتصور انه المباراة راح تكون مباراة قوية، بغض النظر عن انه فريق تشرين هو الطرف الافضل والطرف اللي ممكن يخطف نقاط المباراة بشكل او باخر. يعني انا بتصور انه نقاط المباراة راح تروح باتجاه فريق تشرين، ما راح يفرط بالنقاط نهائيا يعني فريق تشرين، باعتبار انه الدوري لا زال بأقسام اللاعبين. يعني مباراة الجيش مثل ما بنعرف أمام الساحل بطرطوس كمان مباراة مهمة يعني. فأنا بتصور أنه على تشرين يقدم نفسه أو يخطف نقاط المباراة، وهذا الأهم أنا بتصور. يعني بالرغم من يعني فريق الكرامة فريق غض النظر اصطدم بفريق الوحدة الأسبوع الماضي، لكن الأسبوع اللي قبله فاز على فريق حطين ب3 أهداف مقابل لا شيء. فريق الكرامة لاعبينه من اللاعبين الشبان اللي ممكن يعني يتأثروا بشكل أو بآخر، لكن بالنهاية يعني موسم ومضى لفريق الكرامة. أتصور أنه المباراة يعني خلينا نقول باتجاه أكثر باتجاه لاعبي فريق تشرين وحسم النقاط 3.
نعم كابتن، إذا بتلاحظ معي مسيرة الكرامة بالدوري هذا الموسم كابتن، مع الفرق الكبيرة كان يعاني، يعني هو خسر مع الاتحاد وخسر بالجولة الماضية مع الوحدة، لكن مع الفرق الأخرى خلينا نقول الصغيرة والمتوسطة يعني يكسب النقاط الكرامة كابتن. تماما، يعني فريق الكرامة مثل ما بنعرف فريق كبير، فريق عنده إمكانية وعنده قدرات. المشكلة نحن الدوري السوري بشكل عام يعني التغيير المستمر للمدربين عم يعطي يعني أفضلية للفرق المستقرة، يعني مثل الفرق الكبيرة اللي مثل فريق الجيش أو فريق الوحدة اللي مستقرين على أجهزتهم الفنية بغض النظر إنه بدل فريق الجيش مدربه، لكن بشكل عام دائما في استقرار كان بالوحدة أو بالجيش أو حتى بفريق الاتحاد. فإحنا مشكلتنا يعني فريق الكرامة رجعنا غير يمكن 3-4 مدربين بالموسم، وهذا الشيء بيعطي حالة سلبية بالنسبة للانسجام، يعني انسجام اللاعبين مع المدرب، ولاعبين شبان يعني بعدهم طريقي العود مثل ما بيقولوا. لكن بشكل عام أنا بتصور أنه فريق الكرامة قادم بقوة السنة القادمة، ما راح يضل فريق الكرامة يعتمد على لاعبين الشبان، لا أنا بتصور أنه فريق الكرامة حس بالضغط الجماهيري الهائل للمتابعين لفريقه، فأنا بتصور أنه في تغيير شامل نعم. في كرة الكرامة بالمستقبل إن شاء الله القادم. نعم كابتن وليد، خلينا ننتقل للحديث عن المباراة الثانية اللي راح تجمع بين النواعير والوحدة. طبعا نادي الوحدة كابتن يعني حافظ على أماله بالمنافسة على اللقب بعد فوزه على الكرامة بثلاثية بالمرحلة الماضية. طبعا عمليا كابتن من حيث المنطق المنافسة انحصرت بين الوحدة وتشرين والجيش. الوحدة كابتن راح يلاقي النواعير بحماة، النواعير مش سهل بأرضه كابتن. تماما، انا هذا اللي بدي اقوله انه فريق النواعير فريق مجتهد جدا، يعني في عنده مجموعه من اللاعبين وخاصه على ارضه ممكن يعني يعمل مفاجاه كبيره بالنسبه لفريق الوحده، بالرغم من فريق الوحده انه عم يقدم بالفتره الاخيره مستويات جيده وحقق نتائج ايجابيه على كل المباريات اللي اداها، وخاصه باخر 6 جولات يعني ما خسر ولا مباراه. لكن بشكل عام من المباراة راح تكون أنا برأيي راح تكون صعبة جدا على فريق الوحدة. أنا أقول إنه يعني متفاوت الظروف الفريقين، يعني فريق عم بينافس بقوة على صدارة الدوري، والفريق الثاني هو بين يعني بمنتصف الدوري ما في عنده لا معاناة هبوط ولا حتى قادر يوصل للمربع الذهبي. فأنا بتصور إنه هاي النقطة بتصب بفريق الوحدة، لكن فريق النواعي راح يكون مرتاح نفسيا أكثر يعني من ناحية ضغوط المباراة. فأنا بتصور إنه المباراة كمان ما راح تكون سهلة على فريق الوحدة. فريق النواعي مثل ما إنه فريق مجتهد وخاصة على أرضه بين جماهيره، مثل ما بنعرف إنه فريق النواعي لعب ديربي العاصي الأسبوع الماضي وخسر مع الطليعة، لكن قدم مباراة جيدة. صحيح انتقال مدربه، لكن دائما فريق النواعير عنده خبرات وعنده مدربين قادرين يقودوا الفريق لبر الأمان. وأنا بتصور المباراة ما راح تكون سهلة على فريق الوحدة، باعتبار أنه فريق الوحدة ما راح يلعب إلا للحصول على 3 نقاط، فراح يكون فيها صعوبة كبيرة جدا. نعم نعم كابتن، أيضا سيلتقي الشرطة مع الطليعة بدمشق بمباراة خلينا نسميها للارتقاء أكثر على سلم الترتيب. لا أنا بقول إنه فريق الطليعة المباراة بالنسبة له مهمة جدا، باعتبار إنه ممكن يفوت ينافس على المربع الذهبي، يعني باعتبار عنده 38 نقطة ممكن يفوت بثلاث نقاط يصير 41 نقطة، بيصير مثله مثل فريق الاتحاد. أو فريق الاتحاد مثل ما عم نعرف عم بيعاني يعني بالفترة الأخيرة، كان على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الاتحاد الآسيوي، يعني فريق بوضع نفسي مش مستقر، يعني لاعبينه يعني أنا القصد باللاعبين وضعهم النفسي مو مستقر، باعتبار إنه تعادل مع فريق المجد بالآخر مرحلة بدمشق صفار، وتعرف أنت على مستوى الاتحاد الآسيوي يعني نتائج سيئة جدا يعني. فلذلك انا بتصور انه فريق الطليعة يعني عازم على الدخول على المربع الذهبي. نعم يعني بإزاحة فريق الاتحاد والدخول هو بالمربع الذهبي، فهي المباراة مهمة جدا بالنسبة لفريق الطليعة. انا بعرف انه من كل التصريحات اللي عم نشوفها انه فريق عازم على تقديم مباراة قوية امام الشرطة. الشرطة كمان مثل ما نشوف انه فريق هو كمان بأمان، ما في عنده اي
حافز لا يوصل للمربع الذهبي ولا حتى للهبوط. فأنا بتصور إنه المباراة يعني هي متكافئة، نوعية اللاعبين تقريبا متشابهة، لكن بشكل عام أنا بتصور إنه في أفضلية باعتبار إنه الفريق الطلعاوي في عنده أمل للدخول المربع الذهبي. بتصور إنه راح تصب بشكل أو بآخر باتجاه نسبي لفريق الطليعة. نعم كابتن، طبعا يعني لضيق الوقت طبعا بقيت مباراة الوثبة والحرفيين، بعتقد الوثبة هو الأقرب للفوز. كنت معنا من دمشق الكابتن وليد أبو سل نجم الكرة السورية السابق، كنا سعيدين جدا بتواجدك معنا كابتن وليد، شكرا جزيلا لك والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدنا الكرام، وحتى نلتقي في حلقة جديدة لكم منا ومن كادر قناة اليوم كل التحية والمحبة وإلى اللقاء.